كل إنسان خاسر إلا من اتصف بأربع صفات. هالسورة الوجيزة هذه جمعت كل المنهج السليم الذي يمشي عليه المؤمن وينجو من الخسارة. إذا اتصف بأربع صفات نجا من الخسارة. ما هي؟ الذين آمنوا، هذا أول شيء، آمنوا بالله عز وجل. ولا يكفي أنهم يؤمنون، لابد من العمل. إيمان بدون عمل ما له قيمة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولا يكفي إنهم هم يصلحون في أنفسهم، بل يسعون في إصلاح غيرهم، وتواصوا بالحق. هذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة وتواصوا بالصبر على الحق، يعني ما كل يصبر على الحق. الحق مر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل الحق ولو كان مرا، لكن يصبر عليه، يصبر على أذى الناس،